بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي الطلبة أخوتي المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إننا نقدم إليكم دروس إلكترونية هذه المدرسة الأورينت الافتراضية. نأمل من الله أن تصلكم دروسنا هذه وأنتم في أتم الصحة والاستعداد لفهم وتقبل هذه الدروس. دروسنا عبارة عن سلسلة متكاملة نقدم خلالها المنهاج الليبي طلاب الصف الثانوي بفرعي العلمي والأدبي، موجهة إلى جميع الطلاب سواء كانوا طلاب نظاميين في المدارس أم أحرار في المنازل وفي كل مكان في بلدنا الحبيب سوريا وفي الوطن العربي وفي العالم بأسره. أعزائي، نأمل أن تكون دروسنا هذه جسرا تعبرون من خلاله لتحقيق أمانيكم في النجاح والحصول على الدرجات العليا في هذه الشهادة. إنني بدوري أقدم إليكم مادة الفيزياء. ومادة الفيزياء كما تعلمون إنها في المنهاج اللي عبارة عن كتابين، كتاب الكهرباء والمغناطيسية وكتاب الميكانيك. وبعد أن أنهينا 7 وحدات في كتاب الكهرباء والمغناطيسية، نحن اليوم بصدد كتاب أو الفصل السابع في كتاب الميكانيك. هذا الفصل الذي هو بعنوان القوة ككمية متجهة. فيه البحث الأول بعنوان توحيد القوى هندسيا وتحليل القوى إلى مركبتين ومن ثم تمارين A7. أما البحث الرابع فهو توحيد القوى بواسطة المركبات المتعامدة وتحليل القوى جبريا وتمارين B7 ثم الاتزان. نحن اليوم بصدد أو في درس الاتزان، وهناك أمثلة محلولة نقوم بحلها في هذا العنوان. وننتقل الدرس القادم إن شاء الله إلى تمارين C7. إذن الأمثلة المحلولة، وصلنا إلى مثال أول، وهذا المثال يقول سلاسة خيوط معقودة مع بعض من أحد نهايتيها وفي النهاية الأخرى علقت أثقال وزنها 5 نيوتن و7 نيوتن و9 نيوتن كما هو موضح في الشكل. فإذا كان النظام في حالة اتزان وتوازن، أوجد الزاوية ألفا والزاوية بيتا الموضحة في الشكل. لدينا الشكل كما هو واضح في 3 أثقال، وهناك زاويتان، زاوية بيتا وزاوية ألفا. الزاوية ألفا مع الثقل 5 نيوتن، أما الزاوية بيتا فهي مع الثقل 7 نيوتن. والشاقول مع الثقل 9 نيوتن. تم الاتزان فنجد ما هي محصلة هذه القوى. إذا تؤثر القوى 5 نيوتن و7 نيوتن و9 نيوتن عند العقدة كما هو مبين في الشكل. وحيث أن العقدة في حالة اتزان، فإن هذه القوى تكون أو تكون مثلث قوى كما هو في الشكل. نستطيع أن نجد الحل إما بواسطة الرسم حسب مقياس رسم معين أو باستخدام حساب المثلثات كالتالي. استخدم قاعدة جيب التمام الزاويتين ألفا وبتا. إذن لدينا جيب التمام الذي تعودنا عليه وتعاملنا معه في بداية هذا البحث وهذا الفصل. نأخذ مربع القوة التي تساوي مجموع مربع القوتين مطروحا منه ضعفي الأول في الثاني في كوساين الزاوية المحصورة بينهما. فخمسة التربيع هي الآن هي المحصلة، تساوي 7 مربع زائد 9 مربع ناقص 2 ضرب 7 ضرب 9 في كوساين الزاوية بتا. وبالمقابل أيضا يمكن أخذ الزاوية أو القوة رقم 7 اعتبارها كمحصلة وإيجاد قيمتها عبر القانون. 7 التربيع تساوي 5 مربع زائد 9 مربع سالب 2 بـ5 بـ9 بكوساين الزاوية ألفا. الفصل السابع متابع الأمثلة المحلولة. تتمت المثال السابق من حل المعادلتين الأخيرتين. نجد أن طبعا نحن القوى أخذناها بشكل مختصر تتمثل بشكل القوى التالية: 9 إلى الأسفل رأسية باتجاه واي فتحة، و7 تصنع زاوية
وخمسة تصنع زاوية. هذا بشكل مبسط الشكل يعبر عن الشكل السابق. سبعة مربع تساوي خمسة مربع زائد تسعة مربع ناقص اثنين بخمسة بتسعة بكوساين زاوية ألفا. من خلال عملية الحساب نستطيع حساب الزاوية ألفا، حيث أن مربع السبعة تساوي أربعين، مربع الخمسة خمسة وعشرين، والتسعة واحد وثمانين. نجمع واحد وثمانين مع خمسة وعشرين مئة وستة، ننقلها إلى الطرف التالي فتكون سالبة، نطرح منها تساوي أربعين ونقسمها على السالب تسعين، اثنين بخمسة عشرة بتسعة تسعين، نقسم على سالب تسعين يكون كوساين ألفا يساوي السالب مع السالب تذهب، فسبعة وخمسين على تسعين نأخذ متمم الزاوية ألفا. إذا هذا كوساين هنا نأخذ كوساين ناقص واحد فنحصل على الزاوية ألفا التي قيمتها 50.7. أما بالنسبة للمعادلة الثانية، خمسة مربع تساوي سبعة مربع زائد تسعة مربع سالب اثنين ضرب سبعة ضرب تسعة في كوساين الزاوية بتا. من هذا المثلث أيضا فيه زاوية ألفا والزاوية بتا والأضلاع خمسة وسبعة وتسعة، نحسب الزاوية بتا كما حدث أو كما فعلنا في التمرين السابق، نربع الأعداد، ننقلها الأعداد إلى الطرف، نقسم على أمثال كوساين بتا، فنحصل على كوساين بتا يساوي 105 على 126. نحسب يحصل رقم، هذا الرقم مأخوذ كوساين ناقص واحد للزاوية بتا، فتكون بتا هي 33.5 درجة، أي أن القوة 5 نيوتن تصنع زاوية مع العمود مقدارها 50.7، والقوة 7 نيوتن تصنع زاوية مقدارها زاوية مع العمود مقدارها 33.5 درجة. نأخذ مثالا آخر، هذا المثال يقول قناة مكونة من لوحين مستطيلين يميلان على الأفق بزاوية مقدارها 30 درجة و 40 درجة. وضع جدع شجرة أسطواني وزنه 400 نيوتن في القناة، بحيث كان محوره أفقيا كما في الشكل. أوجد مقدار قوتي التلامس العمودية B و Q. الحل لدينا الشكل كما هو واضح، جزء الشجرة ثقله 400 نيوتن، وهناك زاويتين B و Q 30 و 40 مع الأفقي، فنجد أن ألف تصنع القوة B زاوية مقدارها 30 درجة مع العمودي، والقوة Q تصنع زاوية مقدارها 40 درجة مع العمودي، فيكون لدينا مثلث القوى كما هو واضح في الشكل. نستخدم قاعدة الجيب، نجد أن P على ساين الأربعين تساوي Q على ساين الثلاثين، وتساوي 400 على ساين 110. نحسب كل منهما، P تساوي 400 بساين الأربعين على ساين 110 تساوي 237.6 نيوتن، وكذلك الأمر Q تساوي 400 بساين 30 على ساين 110 يساوي 212.8. المثلث مثلث القوة كما هو واضح في الشكل، 400 نيوتن 30 درجة 40 درجة Q و P. الأمر أصبح واضحا من خلال المثلث وتطبيق كل ضلع على ساين الزاوية التي يقابلها، فإن P على ساين 40 و Q على ساين 30، وتبقى لدينا 400 على ساين الزاوية 110. نجد أولا المركبات الأفقية للقوى الثلاث، وهي الوزن P و Q و 400 نيوتن. فمن خلال المعادلة، صفر زائد P في كوساين 60 ناقص Q في كوساين 50 تساوي صفر، أو P تساوي 0.643 كيو. نعوض فنحصل على أن بي تساوي 1.286 كيو. نعوض لنحصل
على تتمة المثال الأخير والنهائي. نعود للشكل، نجد أن المركبات العمودية الوزن 400 و بي و كيو، نطبق القانون سالب 400 زائد بي بساين 60 زائد كيو بساين 50 تساوي الصفر، إصلاح هذه العلاقة واستخراج ساين 60 وساين 50 تكون 400 زائد 0.866 بي زائد 0.766 كيو تساوي الصفر. ولدينا سابقا في الصفحة السابقة بتساوي 1.286 كيو. نعوض في هذه المعادلة تعويض عن بي وفي المعادلة 2 واستخدام المعادلة 1، نجد أن بالإصلاح سالب 400 زائد 0.666 1.286 كيو زائد 0.766 كيو تساوي الصفر. بحساب وإصلاح وتبسيط الأرقام يكون لدينا 1.88 كيو تساوي 400، قسم على 1.88 212.8. هذه الطريقة الثانية لحل التمرين. وبالتعويض في المعادلة 1 عن كيو نجد أن بي تساوي 1.286 ضرب 212.8 تكون الإجابة 273.6. إذا بهذا نكون قد حصلنا على حل التمرين بطريقتين. نأمل أن تكونوا فهمتم حل التمرين وصلتكم فكرة الحل. نشكر إليكم حسن استماعكم، ونعيدكم بدروس قادمة إن شاء الله تكون أكثر إيضاحا وأكثر شرحا. إلى أن نلقاكم في درس جديد، أستودعكم الله ونشكر إليكم حسن استماعكم، وإلى أن نلقاكم في دروس قادمة نقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.